صباح الخير على حضراتكم. تابلت أولى ثانوي الشاغل الأكبر لطلاب هذه المرحلة من الدراسة في الفترة الحالية. وزارة التربية والتعليم بتسلم الطلاب في هذه المرحلة التابلت، وأعلنت تسليم قرابة 635 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام. وأوضحت أن المديريات بدأت في استلام الأجهزة ومستمرة حتى يوم 10 نوفمبر المقبل. طيب الامتحانات هتكون ازاي، ورقية ولا إلكترونية؟ خليني أقول لحضراتكم إن وزارة التربية والتعليم قالت إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تعقد إلكترونيا، وستكون أسئلة على غرار أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي تقيس الفهم والتحليل في إطار تطبيق نواتج التعلم. وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي العام انتهوا بالفعل من سداد قيمة تأمين أجهزة التابلت في مكاتب البريد استعدادا لاستلام الأجهزة بعد انتهاء إجراءات تسليم الأعداد المطلوبة للمديريات والإدارات والمدارس. وأكدت أن الطالب الذي سدد قسط التأمين يتسلم الجهاز من المدرسة بعد قيامه بإجراءات معينة من خلال المدرسة. أبرز هذه الإجراءات توقيعه على إقرار استلام وتقديم وإيصال سداد قيمة التأمين وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. أيضا وجهت الوزارة الطلاب بضرورة الاعتماد على أكثر من مصدر في المذاكرة لفهم طرق التقييم والتعامل مع أسئلة الامتحانات بسهولة. وأوضحت أن التقييم يقوم على فكرة تغيير أسئلة الامتحانات واللي بتكون جميعها اختيارات من متعدد، كما تقيس الأسئلة مدى فهم الطالب للمعلومات وتحليلها والتعامل معها. كمان تتطلب الأسئلة الجديدة أن يبتعد الطالب طالب الصف الأول الثانوي تحديدا عن طريقة المذاكرة التي اتبعها في مرحلة التعليم الأساسي ليسلك طريقة جديدة تعتمد على الفهم وتحليل المعلومة. أيضا أشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يستعين الطالب في تحصيل المعلومات بأكثر من مصدر للتعلم، أبرزها بنك المعرفة ومنصة التعلم والقنوات التعليمية، وتحقيق قدر كبير من الاستفادة داخل المدرسة. كما يجب أن يبتعد الطالب بقدر الإمكان عن الدروس الخصوصية مع تدريب الطالب لنفسه أثناء المذاكرة ليتأكد من أنه قد حقق أهداف ونواتج التعلم من كل درس وموضوع داخل المنهج الدراسي للمادة التي يراجعها. وشددت الوزارة على أن فلسفة التقييم ونتيجة الثانوي العام تظهر للطالب أين يقف من باقي زملائه على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة والجمهورية، بحيث يكون هناك موقف تنافسي بين الطلاب. كما يجب على الطالب أن يدرك بأن فلسفة التقييم في نظام التقييم الجديد في الثانوي العام يستطيع من خلالها قراءة مستواه ودرجاته، ليس بالشكل التقليدي الذي كان يحدث في الإعدادية، ولكن بوصوله إلى تعلم حقيقي حقق نواتج وأهداف التعلم من كل درس. وتابعت الوزارة الفكرة من التقييم ده في العموم هي إعداد للطالب وقياس قدراته بدقة للسنة النهائية وهي الثالث الثانوي، حتى يكون لدى الطالب قدرة تنافسية في دخول الجامعة. كما يجب على الطالب أن يبتعد عن الغش أثناء الامتحانات حتى يستطيع تقييم نفسه بشكل صحيح ومستواه في كل مادة وما يحتاج فيها إلى جهد أكبر لتحسين مستواه. أضافت الوزارة أيضا أن التابلت ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة هدفها تمكين الطالب من الوصول إلى أكبر عدد من مصادر المعرفة سواء على بنك المعرفة. كما يجب أن ينمي الطالب لديه ملكة البحث عن المعلومة وينتقل من مرحلة ملتقى المعلومة أو متلقي للمعلومة عفوا إلى مشارك في عملية التعلم داخل الفصل، ويحرص على الاستفادة من الفيديوهات التفاعلية والكتب الخارجية ومصادر معرفة متعددة. وذكرت الوزارة أن منظومة التقييم والتعليم الجديدة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ ومنظومة الامتحانات الروتينية مع تنمية مهارة التعلم والمعرفة المستمرة لدى الطالب للمساهمة في بناء شخصيته ليصبح فردا نافعا لأسرته أولا ثم لوطنه. بشكر حضرتكم على طيب
المتابعة. انتهت هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء.